انا كنت شغال قصير هناك وشغل 100%، وكان بيتي مصور. انا هالوقت تعبان على الاخر ومتاجر اجار، كل شهر بدفع 600 شيكل اجارات، يعني وضع تعبان على الاخر. يعني اسرائيل لسه العمل فيها احسن بكثير. إلا احنا متامنين في التهدئه هذه اللي صارت في مصر، ومتامنين انه يكونوا العمال يدخلوا على اسرائيل ويشتغلوا، الوضع غزه يكون احسن من هيك ان شاء الله. والله انا سمعت الاعلان على انه في تسجيل للعمال، من حد ما سمعت هذا الخبر صدق ما نمت الليل، جيت اجري بالعجل بدي اسجل باي شكل من الاشكال. ليش؟ لانه الفقر ما ضلش، وصل الكل، وصل كل دور الناس. اللي بيقول غير هذا الكلام بضحك على حاله. ورا لورا.